55 عاما من الإنجاز والعمل الدؤوب يطويها ديوان المحاسبة الكويتي تحت شعار رفعه دائما وأبدا وسعى لتفعيله على أرض الواقع شركاء ورقباء، ليكون بذلك شريكا لكافة الجهات المشمولة برقابته في تحقيق أهدافها، والرقيب حسب قانونه للحفاظ على المال العام ليحقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الطويلة. ديوان المحاسبة أصدر تقرير السنوي الدوري اللي يصدره كل عام. هذا التقرير يعني احتوى على يعني العديد من الموضوعات المهمة، واستطاع الديوان من خلال يعني تنفيذه لهذا التقرير بتحقيق وفر على المال العام بما يعادل 293 مليون دينار كويتي. أي كل دينار تم صرفه على ديوان المحاسبة الكويتي في العام المالي 2017-2018 حقق ديوان المحاسبة 6 دنانير و600 فلس مقابل هذا المبلغ، وهذا يعتبر إنجاز. كما قام الديوان بتنفيذ العديد من التكليفات اللي تكلف بها خلال السنة المالية السابقة سواء من مجلس الوزراء أو من مجلس الأمة، وحرص الديوان أن ينفذ هذه التكليفات بالمواعيد المحددة وبالمهنية العالية. حرص ديوان المحاسبة على تكثيف أنشطته الرقابية على جميع المستويات، بالإضافة لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع الأجهزة الرقابية في العديد من الدول. ديوان في السنة المالية السابقة أو سنة 2018 وقع العديد من الاتفاقيات الجديدة مع عدد من الأجهزة الرقابية مثل الجهاز البولندي والجهاز الألباني والجهاز التركي والجهاز المغربي، وقع 6 اتفاقيات جديدة ليضيفهم لعدد اتفاقيات السابقة لأصبح 24 اتفاقية تعاون مع الأجهزة من أجل يعني تبادل الخبرات والمعرفة ولزيادة التواصل مع هذه الأجهزة للحصول على آخر المستجدات في الفكر الرقابي. يذكر أن ديوان المحاسبة يسعى نحو التميز الإداري والمهني المستدام من خلال عقده للعديد من الدورات والبرامج التدريبية للعاملين تحت كنفه لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها، وهي توفير رقابة فعالة على الأموال العامة.